علاء حسن أردني الجنسية، بشتغل بمجال قطع السيارات من تقريبا 20 سنة، عمري 42 سنة. نبيع قطع السيارات الحديثة تقريبا، الهايبرد، البنزين، يعني بشكل عام الحديث. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد علاء حسن. بداية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا أستاذ علاء، حضرتك صاحب محلات علاء لقطع السيارات وبالتحديد في منطقة بياد رواد السير، اتعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. علاء حسن أردني الجنسية، بشتغل بمجال قطع السيارات من تقريبا 20 سنة، عمري 42 سنة. نعم. متزوج والحمد لله. بالتوفيق. بس احكي لي شوي اكثر عن بداياتك في مجال قطع السيارات، انت كيف اجتك فكره انشاء هذا المشروع؟ هلا بداياتي كنت خلصت توجيهي، وبعد توجيهي بلشت اشتغلت عند اتعلم فيها عند محل زي هيك، وبلشت خبره مبدئيه من عند المحلات زي هيك، وبعدين اتطورت لاشتغلت بشركه، خلصت من الشركه وفتحت محلي لحالي. بالتوفيق. شو هي اهم الخدمات اللي انتم عم تقدموها عندكم؟ يعني نبيع قطع السيارات الحديثه تقريبا، يعني الهايبرد، البنزين، يعني بشكل عام الحديث. بس شو اكثر شيء بيميزك عن المحلات الثانيه؟ بميزني هلا البيادر بشكل عام فيش حدا متميز، ما في متميز، بس بالعاده يعني بميزني اني بجيب السيارات الحديثه أكثر إشي الحديث. نعم. بنركز على السيارات الجديدة. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ إن شاء الله فروع تانية، فرع في منطقة تانية، في الوحدات، في ماركة، إن شاء الله الطموح موجود إن شاء الله. بس أصلاً إيش هي المشاكل والمعوقات اللي عم بتواجهها بمجال قطع السيارات؟ يعني حالياً بلشنا بالسيارات الكهرباء، بلشت سيارات الكهرباء في شيء مش مجالها، مش زي القطع البنزين. الكهرباء كل شيء فيها يعني مش محتاج كقطع صيانه، عندنا فيش لها صيانه، تعالي على البودي ماشي تمام، اما كصيانه ما لها. الكهرباء، سيارات الكهرباء بلشت تاثر علينا تقريبا. نعم. وغلاء قطعها، قطعها كثير غالي، فهذه المشاكل اللي بتواجهنا حاليا. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بجلالة الملك عبد الله الثاني، ماذا ستقول له؟ تشرف لقاء الملك طبعا أكيد، وإن شاء الله إنه جلالة الملك بدعم القطاعات اللي إحنا فيها، نقدم له كل الشكر والتهاني لجلالة سيدنا. بس أكيد أنت حضرتك في حد ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهي المرحلة، فحضرتك لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ هلا اللي أعطاني البصمة واللي الله يرحمه والدي، وهو اللي بدأ دعمي، وهو اللي خلاني أبلش بالشغل في المحل هون، بس رحمة الله عليه توفى. رحمة الله. الله يرحمه. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع محلات علاء؟ تحكي لي أكثر وين موقعك وطرق التواصل معك؟ إحنا في البيادر المنطقة الصناعية، طرق التواصل عندي على التليفون واتساب، عندي موقع إلكتروني. شكرا لك. الله يسعدك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر السيد علاء حسن على حسن استضافته لنا وعلى أمر لقائي بكم. مجددا نورت ساعتنا. شكرا. الله يسعدك. شكرا لك.